لا 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 مالك اش كدي مالكي؟ يا خويا موت ولا الحال بقاو تيجي لنا حاليا. اه واعره خويا ماكاينش حل. لعنو دي الطريق واعره بلاك قتلونا وتهناو بلاك. ديري هنا ديري هنا حدا روضه واش هذاك الموتى غادي نوض شد الطوبيس؟ راه ما يمكنش. كم لا المطالب ديالنا يديروا لنا بلاكة هنا فين كان كيوقف الطوبيس يوقف. كان هنايا كان هنا وجاو على غفله حيدوه يعني لغاوه. اشنو السبب؟ السبب سولوا هما اللي حيدوه ما فهمتش انا علاش. ما عرفتش علاش حيدوه. جاو على غفله ما بين اللي نوضوا حيدوا البلاكة. علاش دابا الوقت باش تحيد هاد البلاكة؟ دابا راه جاي تقريبا شي شهر. اه كانت هاد البلاصة مهمة ليكم. بطبيعة الحال مهمة للكبير والصغير يعني الدراري كلهم مدارس ديالهم بعاد يعني قلبك هنا المدارس ما محلولينش بعدا هي جوج. فهمتي يعني انا بنتي كتقرا في كازا يعني كنشدها الطوبيس وكنشد الطوبيس واحد اخر اللي كيدي لكازا. اذا بنتي كتنوض قبل الفجر يعني انا قبل الفجر واش غادي نديها لديك البلاصه الخلا والقيفار؟ راه ما يمكنش. بلاصه بعيده راه عرفتي تما سميت هذيك فم الرايات يعني حنا نمشيو حتى لفم الرايات وعاد نركبوا. غنمشيو من فتح واحد حتى لتما عاد نركبوا. عيب ولا ماشي عيب؟ ها التاكسيات ما كيدخلوش عندكم هنا؟ ما كيدخلوش عندنا التاكسيات ولكن حنا عندنا الطوبيس دايرين لاكارت لوليداتنا باش كيمشي يعني مخلصين لاكارت يعني التلاميذ خاصهم يركبوا. ما عرفتيش هذا القرار واش ديال موالين الطوبيس ولا ديال ماشي ديال الشيفورات وماشي على الشيفورات يعني القرار اللي جا صايب اللي جا حنا خطات البلاكه اللي جا صايب البلاكات هو اللي دار هاد الروينه. اللي جا تراس البلاكات خاصو يتراسيهم بنظام. فين كاين السكان تراس البلاكه، فين كيوقف الطوبيس تراس البلاكه. ما جيت نتوما شي خليتوا لي البلاكه وشي حيدتوا لي. شوف واحد الاحتجاج ديال الساكنه من طرف واحد كانت هنا واحد البلاكه ديال الطوبيس دونك حيدوها دابا تقريبا شي 15 يوم. فالساكنه ما كطالبش حاجه مستحيله، فهذه ابسط شيء وهي البلاكه، ما طالبينش حاجه مستحيله. كما كتعرف ان الساكنه هنايا ما عايشاش لابسط الشروط العيش الكريم، فكنتمناو ان المسؤولين ديال الجماعات بنيه خلف انهم يدخلوا في هذا الامر. وهي شي حاجه ساهله مش حاجه بسيطه. وهذه البلاكه راه هي مهمه اصلا لشركه عالزا الدرجه الاولى، لان كما كتعرف راه هاد الساكنه كاينه كثير هنا، هنا ما كايناش. البلاكه ديري هنا ديري هنا حدا روضه. واش هذاك الموتى غادي نوض شد الطوبيس؟ راه ما يمكنش، راه من العشر المستحيلات. باش تضرب واحد تقريبا واحد 700 متر ولا 800 متر للحي اللي انت ساكن فيه. كما كتعرف هنا الليل ما كايناش انعدام تام الاناره العموميه، راه الناس عرضه للكريساج. فهنايا ابسط شروط العيش الكريم اللي كنا كنتوقعوها راه ما كايناش. راه حشومه، فين هي المرافق العموميه؟ فين هي؟ جينا نتكلموا لا تعد ولا تحصى. فاحنا طالبين غير ان بلاكه واحد المحطه الوقوف اللي تكون هنا. عندكم شي ملاعب هنا؟ اش ودي عندنا الاسم انت؟ ما كاين لا ملاعب لا حتى شي حاجه. لازم غندوي في هذا الشيء، ما غاديش نسكتوا. المشكله راه عطله. الطالب ديالكم بسيطه، بغيتوا على محطه ديال الطوبيس. محطه ديال الطوبيس خاصها فين يوقف؟ خاصها فين يوقف؟